السلام عليكم واهلا بكم معايا في فيديو جديد. وحشتوني جدا جدا وكل سنة وانتم طيبين. فيديو النهاردة بقى فيديو روتين، كان تالت يوم العيد. هنبدأ كده من الغدا على طول، لاني بصراحة اول يوم وتاني يوم كنت مريحة فيهم كده من الاكل خالص، ما عملتش اكل، فقلت بقى تالت يوم اقوم اتنشط كده واعمل لهم بقى غدا. الغدا النهاردة هيبقى سمك. طبعا في العيد بقى بيبقى وحشنا السمك وما كلناهوش طول رمضان، فان شاء الله الغدا النهاردة هيبقى سمك زي ما احنا شايفين كده. بحضر تتبيلة السمك اللي كلنا يعني عارفينها، عبارة عن ثوم وملح وفلفل وكمون وشوية من الكزبرة وبابريكا وشوية من الخل، وبنضرب كل ده مع بعض في اي كبة عندنا، وبيكون جاهز معانا تتبيلة السمك. بعد كده تبلت السمك اللي عندي، هي تشكيلة كده يعني من كل حاجة شوية او من كل نوع شوية. معايا سمك بلطي ومكرونة، وده كاليماري، ومعاه كمان جمبري بقشره. هعمله كده صينية، يعني مش صينية في الفرن، هعمله يعني في طاسة كده على البوتاجاز متشوح كده مع الخضار وكده، بيكون جميل برضو. طبعا الأسماك دي كلها كانت عندي في الفريزر وطلعتها، وبعد ما فكت غسلتها في مية وملح وصفيتها، بس ميه وملح وما نقعدهمش كتير، ما نقعهمش يعني كتير في الميه والملح، شطفه خفيفه كده دقيقتين ولا حاجه، ونطلعهم نشطفهم ونصفيهم على طول. والجمبري اللي بقشره سايباه يتصفى، ما تبلتوش ولا حاجه زي باقي السمك، بحط له تتبيله السمك كده وانا بسويه، هنشوفها مع بعض دلوقتي. بعد ما تبلت السمك كده بعمل بقى السلطه علشان اخليها في التلاجة لغايه ما اجي اقدم الاكل واقدمها معاهم، وابدا بقى في عمال الاكل على طول. الخضار بقى اللي كان متوفر عندي في التلاجة الحقيقة، طماطم، خيار، شوية من البقدونس وبصلايا، وما عنديش حتى فلفل رومي، كنت بحط يعني السلطة فلفل رومي لو موجود، بس خلصان. وان شاء الله طبعا بعد العيد بقى البيت ناقصه حاجات كتير، نبقى ننزل بقى ونشوف البيت ناقصه ايه ونشتري ان شاء الله الحاجة. وبقطع بقى السلطه، وزي ما بقول لكم بحطها في علبه الثلاجه، وهقلب مكوناتها كده مع بعض، ومش هتبلها برضو الا ساعه التقديم، وهغطيها وادخلها الثلاجه لغايه ما اخلص باقي الاكل، واطلعها اتبلها واقدمها مع الاكل على طول. دلوقتي بقى هنبدأ في اول حاجة هعملها الجمبري اللي بقول لكم هيتعمل كده في طاسة كده على النار، وينفع يبقى في صينية ويدخل الفرن، بس بصراحة هياخد وقت طويل وكده يعني احسن، ما بياخدش وقت خالص وبيدينا نفس النتيجة. الجمبري طبعا مغسول ومتصفي في معلقة زيت كده نباتي على النار، لما بتسخن بنزل بالجمبري وبنزل معاه بمعلقة كبيرة من تتبيلة السمك اللي حضرناها مع بعض، وكمان بكون محضرة كده خضار بضيفه معاه جزراية كده مبشورة، وبصلاية متقطعة مكعبات صغيرة، وطماطماية برضو متقطعة مكعبات صغيرة، وقرنين فلفل حار، ولو مش عايزينه حار يبقى فلفل رومي، بس انا ما عنديش رومي بقى، عندي حار فهستخدمه. وكنت حاطة كمان مع التتبيلة بتاعت السمك قرنين فلفل من الحار ده. بعد ما بضيف له كده الخضار بقلبه كده تقليبة بسيطة، وبغطي عليه وبسيبه كده يعني يستوي، ما بياخدش وقت خالص خالص، يا دوبك بس الخضار اللي ضفناه ده يدبل معاه، وبنلاقي لون الجمبري كده غير زي ما احنا عارفين، بيبقى لونه زي البامبا كده، بيكون خلاص جاهز. بضيف له بس شوية ملح صغيرين علشان الخضار وكده، لاني ما حطيتش ملح تاني الا اللي موجود يعني في تتبيلة السمك. بغطي عليه بقى واسيبه كده هما 5 دقايق بالكتير، ان ما كانش اقل كمان، علشان كل ما نخلي الجمبري وقت اطول نلاقيه نتيجته ما بتبقاش حلوة، بيشد ومش بيكون حلو خالص. هو كده خلاص جهز، بص لونه غير ازاي، والخضار دبل وخلاص، وهو بينزل صوص كده منه فيه، ولا بنحط له مية ولا اي حاجة زي ما شفنا. خلاص كده جاهز الجمبري. هعمل بقى دلوقتي رز السمك. معايا كده في زيت نباتي بصلتين كده كبار متقطعين صغيرين، بنزل عليهم بجزراية برضو مبشورة،
وطماطمتين كده مبشورين، وبقلب كل الخضار ده كده مع بعض واغطي عليه كده برضو كام دقيقة لغاية ما يدبل. بعد كده بضيف له بقى التوابل، الملح وشوية من الكمون، بيدي طعم جميل لرز السمك، وشوية كمان من الشطة، وبقلبهم كده مع الخضار كويس. والملح طبعا ده للرز والخضار وكده، يعني مش هضيف ملح تاني. وبكون محضرة الرز وغسلاه ومصفياه وبضيفه بقى، وبقلبه كويس كده مع الخضار دوت. وبعد كده بزود له مية مغلية وبس، يعني المية طبعا طالما مغلية هو بيغلي على طول، فبعد ما بيغلي الغلية القوية دي بهدي عليه واغطي واسيبه يستوي على مهله. دلوقتي بقى هنبدأ في السمك البولتي، هعمله مشوي. اخدته كده بعد ما تبلته زي ما شفناه في الردة من ناحيتين كده، وبعد كده على الصاجة او الطاسة اللي انا مخصصاها لشوي السمك على نار عالية، وبسويه من الناحيتين. بعد ما خلصت السمك المشوي وكمان المكرونة زي ما شفنا كانت بتتقلي في الزيت، زيت غزير برضو بحطها في الدقيق وبقليها على طول. واللي معايا شوية من الجمبري كمان المقشر متبل طبعا بنفس تتبيلة السمك اللي عملناها، بشيله بس من التتبيلة بتتبيلته كده، يعني مش بشيله منها، بتتبيلته كله بحطه في دقيق وبغلفه كويس جدا جدا في الدقيق. وبعد كده بطلعه من الدقيق على مصفى شبك زي ما شفنا، وبحاول زي ما يكون بننخل الدقيق كده بينزل معانا الدقيق الزايد من على الجمبري، وبتبقى كل جمبرياية متغلفة بالدقيق بس على قدها زي ما شفنا شكلها قبل القلي. بعد كده بقليها في زيت غزير سخن وبنحط الجمبري، وما بياخدش برضو اي وقت في القلي. وبعد كده بطلعه لما بيحمر وبيكون استوى وجميل واخد لون حلو، بيكون مقرمش وجميل. وبرضو الكاليماري اللي كنت متبلاه برضو اخدته على الدقيق بنفس طريقة الجمبري، ويعني اتخلصت من الدقيق الزايد. وبعد كده هقليه بنفس الطريقة، بننزل كده واحدة واحدة سواء من الجمبري او الكاليماري علشان ما يلزقوش في بعض، ونعرف نقلبهم بسهولة ما نلاقوهمش كده اتكتلوا ولزقوا في بعض وبقى كتلة واحدة. وكده بعد ما خلصت بقى الاكل غدانا جاهز الحمد لله، اهو الرز والسمك المكرونة والبولتي اتشوى، وقدمت من السلطة والكاليماري بقى اللي قليناه برضو هو الجمبري ده، والجمبري التاني اللي هو معمول بالخضار ده وبيبقى معاه صوص كده جميل قوي بيتغمس بالعيش كده او على الرز مع الخضار اللي ضفناه له ده، بيكون جميل قوي وسهل وما بياخدش اي وقت، واسرع ما نعمله صينية في الفرن يعني زي ما شفنا على النار من فوق ما اخدش اي وقت وبيطلع نفس النتيجة. واتفضلوا معانا. وبعد الغدا بقى لازم نشطب المطبخ، وخصوصا بعد السمك هغسل بقى المواعين. انا كنت وانا بعمل الاكل يعني غسلت مواعين برضو على قد ما قدرت، بس في الاخر بيتبقى برضو حاجات كده، ومع الاطباق بقى اللي كنت مقدمة فيها الغدا هغسل المواعين كده وخلصها، وكمان هغسل البوتاجاز. بعد ما بخلص المواعين بقى بسيبها تتصفى شوية وبجففها واشيلها في اماكنها علشان بعد كده اغسل البوتاجاز بقى بعد القلي وكده، بيبقى عليه زيت ودقيق وحاجات كده، فلازم طبعا يتنضف بعد استخدامه بقى في السمك بالذات. هشيل كده الحمالات واغسل السطح بس، العيون يعني مش محتاجة تتغسل نظيفة، مش هغسلها المرة دي. بس قبل ما ابدأ بقى في غسيله بمنديل كده امسح الزيت اللي بيقع عليه وكده مكان القلي،
زي ما احنا شايفين المنديل كده بيلم الزيت وبيكون يعني عامل بقعة كده في المنديل، وده لو سيبناه كده وغسلنا على طول مش هينضف ابدا معانا البوتاجاز ولا هيلمع، الزيت اللي واقع عليه ده هيخليه يعني ما ينضفش معانا بسهولة. بعد كده بغسله بالسلكة بقى عادي جدا بصابون الاطباق او صابون يعني المواعين اللي بنستخدمه، مش محتاج حاجة تاني. وبغسل كمان الازاز بتاعه ده عشان بيطرطش عليه زيت وكده، وبلم الصابون بقى وبجففه كويس جدا. وغسلت كمان العيون عشان كان عليها زيت على الحوض كده على طول، وهركبها برضو. بيكون بقى اتغسل على طول كده، ما خدش اي وقت، بس ما يعني ما نسيبوش كده مع الزيت والحاجة اللي عليه، ولو استخدمته تاني ممكن يتبقع بقى ويبقى صعب في تنظيفه، انما كده ما خدش معايا اي وقت. وكمان بغسل الرخامة اللي اشتغلت عليها. بعد كده عايزه انضف الميكرويف بقى، اول تنظيف الميكرويف هحط له ميه، وميه في طبق كده زي ما احنا شايفين، وعصير ليمونه، واحط قشر ليمونه برضو. دي طريقه حلوه جدا لتنظيف الميكرويف بدون استخدام يعني ميه وصابون او سبونش او اي حاجه، هنشوفها مع بعض اكيد يعني كتير عارفها، بس قلت انضفه كده معاكم بالمره. بص شكله بقى فله مبقع بقى، ومكان الرده وتسخين العيش والحاجات دي، فعايز يتنضف من جوه ويتلمع كمان من بره. بشغل كده الميكرويف بقى على 2 او 3، انا عملته على 1 دقيقة بس ما كانتش الميه برضو سخنت وعملت البخار اللي انا عايزاه، فتقريبا 3 او 4 دقايق بحيث انها تغلي جامد جدا وتطلع بخار كتير، والبخار ده يتكثف على جدران الميكرويف من جوه، بتكثف كمان على الباب، فبنلمع بقى بيبقى التلميع سهل جدا وبينضف معانا الميكرويف. وطبعا البخار ده من بخار الليمون او مع ريحة الليمون وريحة الليمون والنظافة يعني بتاعة الليمون، فبينضف جدا الميكرويف. بعد كده بشيل بقى الطبق، نخلي بالنا بيكون سخن جدا، وبشيل برضو المكونات بقى القرصة الزجاجية والحاجة اللي في الميكرويف، وبغسلها وبجففها قبل ما اركبها تاني. بعد كده بقى بفوطة ناشفة مش مبلولة ولا صابون ولا اي حاجة، بنلمع كده بقى الميكرويف من جوه، مكان بخار المية بقى اللي تكثف عليه بينضف وبيلمع بيكون جميل، وخصوصا الميكرويف لو استلس كده من جوه بيبان عليه قوي والبقع، وبعدين بيبان عليه برضو النظافة، بيلمع وبيكون جميل قوي. بعد كده بعد ما لمعته بقى بركب له الحاجة بتاعته تاني او القطع بتاعته، ولمعت كمان الباب من الداخل ومن الخارج، والميكرويف كمان من الخارج الزراير بتاعته وكل حاجة زي ما شفنا في البداية، بتكون كانت يعني عايزة تتلمع مبقعة، وخصوصا اللون الاسود ده اي لمسة كده بيبان عليه على طول، بيبصم كده ويبقع، وفي نفس الوقت اما بتلمعيه كده بيتلمع بسرعة، بيكون لونه جميل كده وبيلمع وبيبان عليه برضو النظافة. دلوقتي بقى بعد ما ارتحت بقى وخلصت المطبخ وشطبت المطبخ وكل حاجة، هنقعد كده وهقدم بقى حاجات نشربها. هقدم عصير مانجا، انا عملته يعني في البيت علشان الشاي شربته وانا بنضف المطبخ، يعني كنت عاملة شاي كنت بشربه كده وانا بنضف المطبخ بعد ما غسلت المواعين وانا بغسل البوتاجاز كده يعني، فمش هعمل شاي بقى تاني، هقدم العصير ده. وكمان هقدم معاه طبعا حلويات العيد، الكحك بقى والغريبة والبيتيفور والحاجات الجميلة بتاعت العيد دي، كنت عاملاها طبعا في البيت انا، بس ما عدا البسكوت صراحة، البسكوت هو اللي جاهز، انما بقيت الحاجة انا اللي عاملاها في البيت. وكمان هنقدم التسالي اللي بتبقى موجودة عندنا بقى، اي حاجة كده جايبينها، لب سوداني، ترمس، كنت عاملة برضو ترمس هقدم منه. اي حاجة متوفرة، بونبون، اي حاجة طبعا، بنكون جايبين تسالي وحاجات حلوة كده كتير برضو عشان العيد. كل سنة وانتم طيبين.
ونقدم برضو فاكهة، اي حاجة موجودة. انا عندي خوخ هقدم منه، يعني بنقدم الحاجة كده بقى عشان اللي عايز حاجة يبقى ياكل منها واحنا قاعدين كده. وبكده يكون فيديو النهاردة انتهى، وبتمنى يكون عجبكم، ونتقابل على خير ان شاء الله. فيديو جديد، مع الف سلامة.